حاسه براسي بحال نازله من شي فيلم مكسيكي قديم. الجو ديال الطبيعه شحال واعر، الهواء نقي، انا ديما مضاربه مع شعري في اي فيديو. الخرجات اللي كيكونوا عندي انا بعدا شخصيا هو فاش كنجي لشي بلاصه بحال هكا فيها الطبيعه وكنشوف الشجر والخضريه كتفاجئ عليا. جيسبر تعجبكم لا فيديو ديال اليوم. بون اليوم غادي تقولوا علاش كاينا هنايا، جينا هنا باش نتغداو الطاجين انا والعائله ديالنا. يقدر شي وحدين غادي يقول الطاجين ديجا كاين في الدار وداكشي، ولكن راه الطاجين هذا ديال برا انا بعدا كيجيني بنين. نقدر ناكل الطاجين كامل غير بوحدي. شكون لي كرشه كبيره في حالي. كيف ما قلت لكم الطاجين ديال هنا كيجيني بعيد بعيد. كيجيني بنين. وخليكم معايا قبل ما نبداو لا فيديو، ما تنساوش ضغط اللايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو لاشين ديالي باش تكبر العائله ديالنا ونوليو بزاف بينا. بالنسبه للاطلاله ديالي اليوم، انا كنحس براسي بحال هاربه من شي فيلم مكسيكي قديم. صافي زدت الربطه هذه ديال شعري هنايا صافي كملات. انا غنخلي لكم فيديو دابا فيه لي ديتاي ديال اللبسه ديالي. غادي نمشيو نجلسو في البلاصه اللي غادي نجلسو فيها ناكلو. عرفتوا الحاجه اللي عجبتني في هذه البلاصه هي انه دايرين كل بلاصه، انا غادي نوريكم كيفاش داير حيت ما كنعرفش نشرح. انا والشرح ما كنتلاقاوش. عجبتني هذه البلاصه هنايا زوينه. المهم اللي غادي يسولوني هنا فين جا، هنا في بن سليمان. مي هذه البلاصه اشنو سميتها بصراحه ما عارفاش. هاتو كيف ما قلت لكم الجو شحال غزال 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 غزال. نتوما كيف ما قلت لكم هنا كل طبله مغطينها، زعما كل فامي تجلس بوحدها مباعدين ما بين كل بلاصه وبلاصه. هذه عجبتني دايرينها زوينه. حنا جالسين دابا كنتسناو الطاجين يجي. الطاجين يجي ما بغيتش تكسي. كنتسناو الطاجين يجي. انا بصراحه في المود ديال الجوع، والغلط الوحيد اللي درت هو انني جيت لابسه البيض. دعيو معايا ما نوسخش كسوتي حيت عارفين العروبيه والبيض ما كيتلاقاوش. انا ما عرفتش شنو قال لي راسي لبسي البيض اليوم. الذكاء. الطاجين ديالنا جا، صحتي وراحتي بصحتنا. شكرا كيدين. اكل كنحل الصاك. ما لقيتش ولا دا نحطو.
هاي يا سلام. وعاد سالي دابا الطاجين جبت لي واحد الكويز ديال اتاي يا سلام باش نهضم. عرفتوا داك الطاجين كيفاش كان بسلامتكم؟ عاتو بنين والله عجبني، دخلت فيه طول وعرض. اصلا باين عليا من وجعتي انا شكون في حالي كيتغدى كيجيه النعاس، انا دابا غير كنتغدى كنترخى. عاد دابا هاد الكويز غادي يفيقني شويه. عرفتوا جاو شحال زوين، مديتش على هاد الشاكيكه ديالي، راه غير مع البرد دابا كيضرب فيا شعري كامل خسر ليا. عجبتكم هاد المشيطه اللي دايره انا اليوم؟ عجبتني، اول مره نجرب هاد الستيل، جا زوين جا ليا مع وجهي، كنشكر في راسي. شربو اتاي زوين، انا كنعرف نعمر اتاي، اتاي ديالي زوين، انا كلشي كنبقى نشكر فيه راسي. شو الجو شحال غزال هنايا. حيت رجعت ليه دابا. بون يلا نكملوا الفيديو ديالنا. دخلنا للدار وبعد يوم طويل دابا عاد ندخل نرتاح شويه. عرفتوا بدا كيجيني النعاس هاد الايام، جماعه كنت كنظهر بزاف، دابا ولا كيجيني النعاس دغيا ديك 10 ل 11 ولا كيجيني النعاس غير كنفوتها كيطير عليا، كنبقى فايقه حتى ديك 3 2 ديال الصباح على باش كنعس. باش كنحس براسي مزير ماتين. نحل هاد، نحل شعري ليلى، مكنقدرش مكنستحملش شعري يكون مزير ليا بزاف كيضرني راسي. نجمعو دابا غير كيف ما قلت لكم، كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم وتكون كانت خفيفه ظريفه على قلوبكم. زوين هذا صراحه، كان عليا نديرو بحال هكا هكا حتى في هاد السيجه بحال هكا زوين، غير هو انا مكنعرفش ندير هذيك الربطه هنايا ديال معرفش كيفاش كيديروا، لا خاصني نشوفها نتعلمها. جد زوينه ان شاء الله فشي لوك اخر نديرها. بالنسبه للبنات اللي غادي تعجبهم هاد الكسوه اللي لبست انا اليوم، كنت هي راه ماشي ديالي، شفرتها لسلمى. ماشي ديالي، شفرتها لسلمى اليوم لبستها لها. كانت خداتها من زارا، ما كانت قبل من الكونفينمون كانت خداتها وبقات عندها، انا استغليتها اليوم خديتها لها غتبقى محطوطه محطوطه اللهم نلبسها. جيسبيغ لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم، وما تنساوش تخليو ليا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو لاشين ديالي باش تكبر العائله ديالنا، ونبقى انا ديما تعطوني داك
ديك شنو داك الحماس انني ندير لكم فيديوهات بزاف بزاف ما نبقاش نغبر عليكم. بالمناسبه خليوا لي في لي كومونتير اشنو بغيتوني ندير لكم في الفيديوهات الماجيه، واش تبغيو ماكياج اولا مثلا نبقى نكمل لكم في هادشي ديال الفلوغات اولا فيديو اسئله واجوبه. قولوا لي انتم اشنو بغيتوا، انا اكيد غادي ندير لكم داكشي اللي كتبغيو نتومايا. بون كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، جيسبر تكون عجباتكم، وما تنساوش خليوا لي لايك و تبارطاجيو لاشين ديالي. مع السلامة.